أثناء معارك تحرير مصر من الهكسوس قبل 3500 عام، فارق سقن الراع الحياة إثر ضربة على دماغه، وبعد نحو 40 سنة من العثور على جمجمة الملك الفرعوني، أعاد علماء آثار في جامعة فليندرز الأسترالية تشكيل الوجه. فكانت هذه النتيجة التي خص العين الإخبارية بها المصمم البرازيلي سيسيرو مورايس. يقول مورايس إنه بدأ العمل بإعادة البناء ثلاثي الأبعاد للجمجمة، وهو ما لم يكن ممكناً إلا بفضل الوثائق المقدمة من الخبراء الذين درسوا المومياء طيلة الأعوام الماضية. استخدم الباحثون لاحقاً بيانات من إسقاطات الوجه بناء على قياسات تم إجراؤها على الأشخاص الأحياء، مثل فحوصات التصوير المقطعي المحوسب، ليتم وضع وجه يتناسب مع سقن الرع في حياته. ولم يكتف مورايس ورفاقه بذلك، بل نجحوا أيضا في تحديد نوع السلاح الذي تسبب في الإصابة القاتلة للملك الفرعوني.